متابعين معانا النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وتريلر رياكشن. المره دي مش تريلر رياكشن لفيلم واحد ولا الفيلمين، انما المره دي لاول مره في الشانل بتاعتي تلاتة ستيفلر رياكشن هنعملهم النهارده، وهو تريلر لفيلم دون لوك اب كنت هقول لكم بتاع براد بيت بتاع ليوناردو دي كابريو لسه نازل امبارح، وفيلم اسمه ريد نوتس بتاع ريان رينولدز برضو كان نزل من كام يوم ما شفتش التريلر، وفيلم لاست نايت ان سوهو من الافلام اللي انا منتظرها بصراحه السنه دي. لاست نايت ان سوهو احنا كنا عاملين له تيزر رياكشن كان تقريبا من كام شهر، نزل برضو التريلر بتاعه تقريبا امبارح او اول امبارح، فطبعا انا كنت مستني ان حبه تريلرز كده كلها مره واحده تنزل عشان اعمل لها تريلر رياكشن مع بعض. احنا المره دي هنتكلم على ثلاث افلام تانيين، وهو اول فيلم اللي هو دون لوك اب، وده من اكتر الافلام اللي انا متحمس ان انا اشوفها، خصوصا ان الاخراج والكتابه لادم ماكي اللي كان كسب قبل كده اوسكار سيناريو بس احسن سيناريو في فيلم ذا بيج شورت، كان عمل برضو فايس. فريق البطولة بقى يا جماعة، بصوا فريق البطولة مين؟ ليوناردو دي كابريو، جينيفر لورنس، تيموثي شالامي، وجونا هيل، وكيت بلانشيت، جينا جيرسون دي يا جماعة بتاعت انا اسف قلت الاسم غلط، بتاعت فيس اوف، غريبة ان هي رجعت تمثل تاني يعني. ميريل ستريب، وعندنا كمان ماثيو بيري بتاع فريندز، ومارك رايلانس، واريانا جراندي، وتايلر بيري، تخيلوا كل دول، وكيت كيودي، تخيلوا كل دول اللي موجودين في الفيلم يعني. اكتر حد متحمس طبعا انا اشوفه ديكابريو وجونا هيل ان هم يرجعوا تاني بعد ذا وولف اوف وول ستريت، واحد من افضل الافلام المفضله على الاطلاق. جينيفر لورنس برضو بقالها كتير ما بتعملش افلام، ولا انا بيتهيالي اخر فيلم جينيفر لورنس، معلش انا عايز ابص بس على البايو بتاع جينيفر لورنس. جينيفر لورنس اخر فيلم عملته كان من زمان قوي، ولا انا بيتهيالي بقالي كتير قوي ما بفرجش على افلام لجينيفر لورنس. جينيفر لورنس اخر فيلم انا شفته ليها كان دارك فينيكس 2019، او ريد سبارو 2018. يا لهوي دارك فينيكس ما عجبنيش، كان فيلم زي الزفت. ما علينا، عشان حاسس جينيفر لورنس اصلا يا جماعه من الممثلات اللي قعدت فتره كبيره ان تعمل افلام كتيره جدا جدا جدا، وفجاه مره واحده قطعت بينا، وهترجع السنه دي بفيلم مع ليوناردو دي كابريو، فشيء يدعو للحماس. وانا طبعا من الافلام المنتظره بالنسبه لي السنه دي على نتفليكس، وتقريبا هينزل في ديسمبر طبعا كالعاده. ما اشوفش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. Stressing me out. This will affect the entire planet. I know, but it's like so stressful. Can I get that one more ice water? And I'll get two more glasses of white wine, and I don't need the judgy face. There's a comet headed directly towards Earth. Drought, famine, hole in the ozone is so boring. هذا تيزر، أنا محسوبه official trailer. Okay. هم تقريبا علماء فيزياء مثلا او رواد فضاء بيبلغوا ان في تقريبا نيزك هيضرب الارض. مش هو انا ليه ما مش عارف ليه ما عجبنيش التيزر. الكاست على قد ما هو فشيخ على قد ما التيزر ما عجبنيش، على فكره مش ما دخلتش دماغي قوي عشان اكون صريح معاكم. اكتر حد اتبسطت وانا شفته في التيزر كان جونا هيل. حاسس ان جونا هيل ممكن يترشح اوسكار في الفيلم ده، تفتكروا ممكن تكون سنه جونا هيل السنه دي؟ مش عارف، التيزر ما شدنيش قوي على فكره، وخايف ان هو ما يعجبنيش، يمكن عشان نتفليكس بقى وكده. ف لا بس نتفليكس برضه بتعمل افلام حلوه، مش عارف. التيزر مش 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 محمس خالص للاسف، مش هدينه نسبه ترقب لان بصراحه تيزر صغير قوي 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 قوي، فهستنى احسن لما هيجي الاوفيشال تريلر، لان انا لو اعطيته بصراحه نسبه ترقب ممكن اقول 5/10 مش اكتر من كده. فعشان كده بقول لكم انا مستني احسن الاوفيشال تريلر عشان اقدر اقيم الفيلم ده، على الرغم ان انا فعلا الفيلم انا مستنيه، بس بصراحه التيزر وحش قوي، انا مش داخل دماغي التيزر للاسف يعني. نخش على الفيلم اللي بعديه، وهو لاست نايت ان سوهو، كنت عامله قبل كده تريلر رياكشن او كان تيزر رياكشن، وهو اخراجيا لادجر رايت، وبرده كتابه ادجر رايت، وهو من بطوله انيا تايلور جوي. طبعا كالعاده ما اشوفش الاوفيشال تريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. هو على فكره تقريبا هينزل في اكتوبر، مش شفتوش ولا مره هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا.
live here in London in the 60s. But you believe this was a vision from the past. The guy that killed her is still alive there. Where are you going? I know what you did. I've done a lot of things. You're gonna have to be more specific, love. Daddy! جماعة ايه التريلر الفاجر ده؟ ايه التريلر الفشيخ ده؟ يخرب بيت كده. شايفين التريلرز بتتعمل ازاي؟ يعني ده تريلر ينزل السينما كده او تشوفه قدامك تقول وش انت تخشه. طبعا نسبة تراقبي 9/10 يا جماعة، ايه ده؟ تريلر يعني واو. الفيلم انا متأكد ان الفيلم هيبقى فيلم حلو، انا متأكد، لان انيا تيلور جوي على فكرة ممثلة شاطرة، انا بيعجبني تمثيلها، خصوصا في تمثيلها طبعا في كوينز جامبت. ف لا تمثيل وتريلر كما يقول الكتاب زي ما بنقوله يعني. واو ايه العظمه دي. والولا اللي طالع معاه برضو في التريلر اللي طالع معاه في الفيلم شكله وتمثيله حلو، اللي اسمه مات سميث، عاجبني دوره. لا ده وش هخش يعني، وش هشوفه يعني اول ما هينزل في اكتوبر زي ما احنا قلنا. التريلر الثالث اللي اخر واحد هنعمله تريلر رياكشن النهارده هو فيلم ريد نوتس، وهو من الافلام برضو اللي انا منتظرها هينزل برضو السنه دي، وهو من كتابة ومن إخراج روسل مارشال ثرامبر، ومن بطولة رايان رينولدز ودوين جونسون وجال جادوت. هل هيظهر فيه ناس تانية في الفيلم؟ الله أعلم. طبعا أنا هتفرج عليه عشان خاطر رايان رينولدز مش أكتر، عشان بحبه. ودوين جونسون اتخانقت من دروك بصراحة، شفته كفاية دروك، أنا زهقت دروك يعني مش عايز أقول لفظ وحش يعني، فكفاية قوي دروك يعني. رايان رينولدز بصراحة عظمة يعني، كفاية الفيلم الأخير اللي كان عامله هو فري جاي، يخرب بيت كده يعني. واحد من افضل الافلام اللي انا شفتها السنه دي حرفيا، او تقريبا افضل فيلم كوميدي شفته في 2021 لحد دلوقتي بدون مبالغه يعني. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، اشوفه معاكم دلوقتي لاول مره الريد نوتس، يلا بينا. Special Agent John Hartley, FBI. Been tracking your scores for a while now. Where'd you get that jacket? It's a statement piece. Somewhere there's a very nude cow whispering. Worth it. Looking for something specific or just browsing? You're under arrest. Oh my god. Read the room. I just want the egg. Yeah. Team, it feels weird in my mouth. How's it going with your partner in crime? We're work wives. We're not work wives. We're sister wives. We're not any kind of wives. Both know that this whole thing is going to end with you in handcuffs. Promises. Promises. اوكي يا جماعه، الفيلم موعد صدوره في 12 نوفمبر على منصه نتفليكس، وطبعا هيبقى فيلم جامد فشخ كتوقعي للتريلر. وطبعا كالعاده المحلل الفيلم هو رين رينولدز، خلينا صراحه مع بعض. رين رينولدز مش موجود في الفيلم، دراكو وجال جادوت لو كانوا بس موجودين في الفيلم كان هيبقى فيلم بيض، وبصراحه مش هتفرج عليه يعني. فتكنيكلي رين رينولدز هو اللي محلل الفيلم، فخلينا نكون صراحه يعني. نسبه ترقبي للفيلم 8/10، وعجباني اول كيميا اللي هتجمع ما بين رين رينولدز وذا روك، لان متعودين دايما ذا روك بيطلع مع كيفن هارت والكلام ده كله، فاحب ان انا اشوفه مع بادي ان كرايم، مع حد تاني او بارتنر ان كرايم مع حد تاني، وهتبقى فكره لذيذه هتجمع ما بين روك ورين رينولدز. بس ما عنديش اي حاجه تانيه اقولها عن فيلم ريد نوتس وفيلم Last Night in Soho و Don't Look Up. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب للشانل التانيه اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.